ناصر الشمراني مهاجم الشباب التقى فيه مدرب النصر بعد نهاية المباراة في صورة التقطتها الكاميرا. عبد الله العضيفي سأل الشمراني ماذا قال لك المدرب؟ الشمراني يجيب: أول شيء الحمد لله، يعني صحيح أنه غادرنا زي ما قلت أنه إجازة مبكرة، لكن ما أتوقع إجازة مبكرة مع سيد برودوم. يعني ادانا البرنامج بدري أنه حتى لو طلعت راح تستمر تتمرن حتى نهاية الكاس يعني. لكن أحب أنا أقول أنه إحنا الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل هذه كرة القدم. خسارتين متتاليتين لم تحصل في الدوري ابدا بالنسبه لكم، خساره وحيده وما بالك في خسارتين، ليش خسرتوا المباراتين؟ والله ليش هذه يعني ما اقدر يعني افتي لك فيها، لكن قدر الله قدر ما شاء الله. هذا حال الكوره، ممكن المباراه الاولى كان حاله طرد اثرت علينا، المباراه هذه اتكلم كل صراحه باغلاطنا فاز النصر، لكن الحمد لله على كل حال هذه كرة القدم، ما تغلط ما تجي الأهداف ولا يجي. أنا مع الكابتن عبد الرحمن، صحيح أنا كلاعب أقول أسوأ شوط قدمناه السنة هذه الشوط الأول، لكن برضو زي ما تفضل أنه ممكن الجهد التعب الضغط اللي كان علينا، الحمد لله إحنا كمان لا ننسى نحن أبطال الدوري، فالحمد لله أني انتهيت الموسم وأنا بطل الدوري فأقول الحمد لله. ثاني شيء أنا أبارك لأخواننا في نادي النصر وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. روح طيبة بعد نهاية المباراة، كان لك حديث مطول مع السيد ماتورانا المدير الفني لنادي النصر، حقيقة نحن شاهدنا الصورة لكن نريد منك الصوت والصورة. بصراحة السيد ماتورانا يعني كان حديثه إنسان عاقل، إنسان مؤدب ومحترم عن الشيء اللي صار من الكابتن خالد الزيلعي، لكن هو تكلم انه خالد الزيلعي يمثل نفسه ما يمثل اللاعب ولا يمثل النادي. قال انا اللاعب هذا راح اتفاهم معاه في التمرين بكره، لكن قال صدقني انا، قال انا زعلان الشيء اللي سواه، حتى زملاء اللاعبين انتقدوه، فالحمد لله انه جاء الانتقاد من زملاء اللاعبين الحمد لله لكل حال. كانت طايقتكم التصرفات في ارضيه الملعب؟ اكيد تصرف يعني تصرف تحس يعني صبياني يعني بمعنى الكلمه، يعني تصرف انا ما ادري يعني هو ايش يحس بالضبط، يعني ما ادري يعني. تكلمت انت مع ابو عمر؟ حتى شفتك انا في اخر الدقائق قريبين منه، تكلمت مع حسين كثير. كل قلت لك زملاء اللاعبين يعني زعلانين من تصرفه، يعني قلت لك انا ما الوم يعني احمل النصراويين، لا خالد الزيلعي يمثل نفسه، يعني احنا ياما فزنا على النصر بس ما نسوي الحركات دي لانه احنا اكبر من المستوى ذا، فهو مسكين لسه تو يعني بادي يمكن في كره القدم، لكن اتوقع انه راح ينتهي بسرعه بالسلوك ذا قله الادب دي. هذا حديث الشمراني. بالأمانة الشباب يعني حاولوا ما زالوا يبحثون عن اللي حدث في المباراة، هناك تفسيرات تقول بأنه ربما استعراض الزيلعي هو اللي ربما ضايق مثلا الشبابيين، أو أن شيء حدث لم تلتقطه الكاميرا. ربما يساعدني عبد العزيز، مش تحليلك لحديث ناصر الشمراني؟ والله كان قاسي منطقي. طبعا انا يعني ببدا من النقطه اللي هو تكلم فيها، قال خالد الزيلعي يمثل نفسه ولا يمثل مثلا نادي النصر، وانا برضه اقول انك انت تمثل نفسك ولا تمثل نادي الشباب برقيه، وحتى شفنا رئيس نادي الشباب كيف كان هادي وكيف كان توجيهه برضه وانتقاء للكلمات دي. كنت اتمنى انه يعني يكون ما يكون في الفوقيه هذه اللي قاعد يعيش فيها. احنا تعاطفنا مع ناصر في 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 قضايا كثيره، ولكن هذه اتوقع حتى المفردات اللي قالها طالما انك توجه نصيحه المفروض ترتقي بالمفردات اللي قلتها بغض النظر عن اللي صار. انت ابدا المفروض انه يعني انت تعرف ايش اللي صار استنتج فيه. انا ما هي 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 ايا كان رد الفعل المفروض ما يكون كذا. انت لما تجي تنصح شخص او تتكلم كناصح المفروض انت تمثل القدوه، يعني ما تجي انت تنصح وبعدين تنزل بحوارك. احنا ما ندري عن اللي صار، وبعدين يقول انا اتفاهم مع ماتورانا، يعني ما ادري يعني حتى بعد ما ادري كيف وصلت المعلومه انه بتفاهم معه برا، يعني ماتورانا قال بتفاهم معه يعني باي لغه يعني قالها؟ ما توقعنا يعني ما توقع فيها. على العموم يعني ممكن مدرب يقول انا بكره بعاقب اللاعب عشان تصرفه، ما ادري. بس على العموم يعني انا المفردات اللي انا اخذ عليه كلمه كلمه مثلا صبياني هذه، يعني افترض انه يبتعد عنها. خالد الزيلعي نجم كبير في نادي النصر وعنده جماهير، المفروض ما ياخذها، حتى لو حاول يحصرها في خالد الزيلعي المفروض يكون التعامل كره قدم في النهايه. هو المفروض طالما انه لاعب يتعامل الضغوطات ويعرف الاشياء اللي تصير ما يطلع برا ويتم خلينا نقول استفزازه يطلع اللي داخله. دائما اللاعبين يحترمون بعض، اللي في الملعب في الملعب ينتهي، المفروض انك خلاص انتهى كل شيء. الكلمات هذه كنت اتمنى انه يرتقي فيها وبس زي ما يكون. طيب يعني
سلطان انت شفت شيء يستدعيك ردة الفعل هذه؟ والله وخصوصا حتى كلمة غير كلمة كل فعل صبيحة. كل فعل له ردة فعل. يعني انا ما شفنا شيء، وعلى كلام الكابتن ناصر ان مدرب الفريق النصراوي تكلم بهالاسلوب واعتذر من ناصر، لاعبين النصر برضه مجموعه منهم اعتذروا. ما ندري، ولكن ما فيه فعل له ردة فعل، وردة فعل ناصر تكلم بهالاسلوب اللي كنت اتمنى من ناصر حتى ولو كان انه يكون يرتقي اكثر، لان ناصر لاعب يعني له مكانته الان في الكره السعوديه، لاعب هداف الدوري 4 سنوات، يفترض انه يرتقي بالاسلوب هذا، لان يكون الاسلوب هذا بين اللاعبين. يعني احيانا يحصل اشياء تفاهات من البعض بالفاظ او غيرها، ولكن تكون محصوره في الملعب ما تظهر على السطح. واتمنى اذا كان الشيء حصل اخطا خالد الزيني انه يعتذر لزميله، وهذه لغه الكبار. يعني انت تشوف انه التعبير عن رده الفعل كان فيها، هي رده فعل يعني ناصر فريقه خسران يعني وخارج من بطوله، ورده لابد ان هناك فعل مؤثر. الفعل طيب مؤثر، بس بغض هو النظر اللي بس هو اللي سلطان ادى الى ان ناصر يطلع ويتكلم بس يقول صبياني وقلت ادب. هذه يعني انا قلت لابد انه يرتقي باسلوبه، حتى ولو كنت بهاجم اي زميل لابد انتقي العبارات المناسبه. ليش؟ لاني انا لاعب لي مكانتي، بظهر على الاعلام، لابد تكون كلماتي متنقاه من شيء يعني يوحي للناس انها تعطي انطباع عن ناصر انطباع جيد. نعم. ولكن هذه يعني الاشياء اللي حصلت بين اللاعبين يعني تحصل دائما، ولكن نتمنى انها ما تظهر على السطح بالاسلوب هذا، تظهر باسلوب ارقى. يعني في اساليب، يعني هي العمليه ما هي يعني تحصل، يعني حصلت في ناس اللي حقوا اللعيبه في برا الملعب وضربوهم، يعني ما هي مشكله، ولكن يجب ان نرتقي في كل ما يكبر اللاعب، كل ما نوصل لمرحله جيده من المستويات نقدمها، لابد ان نكون يعني في تعاملنا مع الاشياء هذه لابد ان تكون يعني لها يعني طيب لها، نحترم اول شيء نحترم الجمهور والمشاهدين طيب اللي يتابعون النجم. احنا نبغى نتكلم عن زيلعي، بس للاسف اني انا ما يعني انا ما اقدر ما انا ما اعرف حتى انه يعني حسب ما وصلني من الشباب في الملعب بان المساله علاقه باستعراض خالد الزيلعي بعد الفوز، طبعا في اثناء المباراه في استعراض في بعض الالعاب استفز فيها اللاعبين، اعتبروا هذا تصرف. لا هذا بس ترى سلطان قال كلمه جميله، قال يعني وسلطان لاعب خبير ولاعب سنوات، ان اللي يصير في الملعب يصير في الملعب حاليا، يعني يصير في الملعب هو عارف، يصير اشياء كثيره في الملعب ما تقال برا، عارف، واللاعب يتحمل الضغوطات هذه، ولكن لما نطلع في الملعب زي اللي اسكنها اسرار يعني انتهى الموضوع خلاص، اللي في الملعب نتركه في الملعب، نطلع برا فيه. اصلا لو في ميكروفون داخل الملعب عند اللاعبين نسمع اشياء، اقول لك لا ولا ولو في ميكروفون تحت الهواء برضه يمكن في اشياء كثيره. في اشياء كثيره، في اشياء انت طلعت قدام الناس بكل مقام، لكل مقام مقال. ايش فيك يعني صار عندك مشكله؟ معلش اخوي عبد العزيز، اخوي عبد العزيز معلش بس، ولكن في نقطه يعني اذا كان ذكرها اخوي عادل اللي هو عمليه الاستعراض، احيانا الفيفا يعني عاقب عليها، يعني فيها لاعب يعني استهزاء بالمنافس، انفرد في مرمى المنافس وسجل هدف بطريقه يعني استفزازيه للمنافس. مارادونا بيطردونه جملنا؟ لا مو هم مارادونا، لكن حصلت لا 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 ما هي لا، هذا في نظام مستحدث، في نظام هذا مستحدث، احترام المنافس، احترام المنافس يعاقب، احترام يعاقب بطريقه مثلا انفرد بالمرمى وسحب الحارس ونزل براسه الكره على خط المرمى، تقدر تجيبها؟ طب ما لها دخل دي في اللعبه ذيك؟ لا نقول على مثلا يقول اخوي عادل ان الزيلعي استعرض يعني يمكن الفرحه مبالغه. لا لا شوف الفرحه لاعب كبير لاعب دولي، هي ترى يعاقب عليها احترام المنافس، هذه لها عقوبات ترى يا اخي. ترى يعني طول الموسم والشباب قاعد يفرح، يعني كل ما نقول يعني ليش بس تفرح بس الشباب يفرح بطريقه يعني طبيعيه، ما فيه استخفاف بالمنافس احيانا المنافس، ولكن يمكن هذه يعني يمكن ثقافه جديده طلعت علينا ان استخفاف بالمنافس، ولكن انت لو ما حد شاف الهدف اللي احرزه لاعب الامارات، وش حصلت له عقوبه البلنتي اللي شاته؟ معك انا بس انا يعني طلعت برا لا لا الموضوع نفسه اذا كان نفس الموضوع انا ما ادري، بس قال كويس انك تكلم عن الشباب اللي في الملعب. يقول عبد الله العظيبي يقول بانه الشيء في الملعب اللي حدث هو ربما له علاقه بالاستعراض
خالد الزيعي بالكوره وهو منتصر وكذا فاعتبروه اللاعبين استفزاز. هذا اللي يعني شوف انا طبعا ما صرح في عمليه اضاعه الوقت لك لحق مشروع لك عمليه ولكن احترام المنافس تبرر لي يقول الكلام هذا ناصر. لا انا ما برر له الكلام اذا كان اذا شوف انا ما برر ناصر الكلام اللي قاله ناصر. انا قلت لازم يرتقي حتى مو هو ناصر بس اي لاعب. طيب يعني ناصر اهم من اللي راح طيب مثلا ضرب. خليني اخذ